جامعة الفرات بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الحسكة تكرم عدداً من الطلاب الأوائل في الكليات الجامعية. برعاية الدكتور راغب العلي رئيس جامعة الفرات، كرمت جامعة الفرات بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الحسكة 120 طالباً وطالبة من الأوائل في الكليات الجامعية للعام الدراسي 2014-2015 في المركز الثقافي العربي بالحسكة. الشعب السوري بأبنائه في الجيش والقوات المسلحة وأبنائه على مدرجات العلم في الجامعات، مصمم هذا الشعب البطل، هذا الشعب المقاتل الذي يقاتل منذ 6 سنوات، مصمم على الحياة، مصمم أن ينتصر وأن يتعلم لكي نبني سوريا من جديد. بالرغم من كل الصعوبات أيضا نهتم بمسألة التفوق ومسألة البحث العلمي، لأنه أيضا هي مسألة جوهرية، لأن التفوق أيضا هو شجرة كبيرة تحتاج للعناية. هذا التكريم وهذا التفوق هو نوع من التحدي اللي يمارسه الطلاب بشكل يومي في كلياتهم ومعاهدهم وعلى طاولاتهم الدراسية، تحدي لكل الموت اللي تنشر المجموعات الإرهابية المسلحة. المكرمون عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالتكريم الذي منحهم الدافع للاستمرار في دراستهم ومواصلة التفوق لوضع كل الخبرات والمهارات التي حصلوا عليها خلال دراستهم في خدمة الوطن. احنا الأوائل على الدفعة بالسنة الأولى 2014-2015 من كلية الهندسة الزراعية. كل طالب لما يتكرم يعطونه حافز لأنه يكون الأول على السنوات الباقية. حتى نظل نجوم نطلع لعب في سمع سوريا الحبيبة، كل العز والصمود لسوريا الحبيبة والرحمة والغفران لأرواح شهدائنا الأبطال. رسالتي كطالب متفوق أحث كل طلاب السوريين أنهم يجتهدون تأخذون بيد البلد وتصبح من الدول المتقدمة والمتحضرة إن شاء الله يا رب. راح نكون رديفين للجيش السوري بتفوقنا بتعليمنا. حفل التكريم حضره أمين وأعضاء قيادة فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي وعمداء الكليات الجامعية ورؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأهالي الطلاب المكرمين.